كما سيصل للبلاد غدا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولمعرفة الاستعدادات الجارية من قبل الفيدرالية التشادية لكرة القدم لاستقبال رئيس الفيفا. تقرير الزميل محمد خميس مهدي. يستعد أعضاء الفيدرالية التشادية لكرة القدم على قدم وساق لاستقبال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني أنفانتينيو، والذي سيصل للعاصمة إنجمينا يوم غد الأحد. ولأهمية الزيارة المرتغبة، فقد أكد رئيس الفيدرالية التشادية لكرة القدم مختار محمود بأن رئيس الفيفا يحمل في جعبته عدد من المشاريع الحيوية لتكملة بقية المشاريع التي نفذت في السابق. مشاريع الفيفا تمشي سنتر تكنيك، أنا فرشة أول بأول عملها السنتر. في السنتر ده أربع بروجي كبار، وايد ده بيت أنا إبرجمة، وايد سنتر تكنيك ده، وايد سياج هنا فيدراسيون، وايد بلوز سنتيتيك سوا. حتى بلوز هنا هذا إدريس مامات وياها ألقى يقدم ده ذا ذاتها فيفا سوا. بروجيه ده هسا مثل سنتر ده، في دار آخرين ده بروجيه كم ماشي بيكمل ده، خلاص منستير هنا دولة ده يكمل حاجات ده أجل عشان يكسب بروجيه آخر، وشي الماكا يكون في جادة ده بس. كما أوضح مختار محمود بأنهم سينتهزون فرصة زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للبلاد لعرض عدد من المطالب. عند بروجي وسي وقال نساعدوا البلدان ما يقدروا يجوا يلعبوا كومبيتيشن، ما دار آخرين سوا ده نساعدوا. كلام ده قاله هو ذات. إذن هو جاي ترى أننا فرحانين منه ونقدم له بروجي اللي عندنا في إيدنا وشنو اللي يبقى نشوف. فور وصول رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفانتينيو للبلاد، سيقوم بجولة تفقدية لمقر الأكاديمية الرياضية لكرة القدم الكائن بحارة فرشة. كما سيعقد رئيس الفيفا لقاء تشاوريا مع كبار القادة في البلاد، بالإضافة لأعضاء المكتب التنفيذي للفيدرالية التشادية لكرة القدم. وبهذا الخبر الرياضي ننهي النشرة الرئيسية لهذا المساء. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق في أمان الله.